هناك شخصيات استثنائية تمثل إزعاجا للطواغيت على مر التاريخ. في كل الأوقات، في أوقات الرخاء وأوقات الشدة. مثال على ذلك أبا ذر الذي مثل ظاهرة المعارضة والانتقاد للسلطة المغتصبة لحق أمير المؤمنين سلام الله عليه، والذي ظل ينتقد هذه السلطة وممارساتها الغير عادلة، مما أجبر هذه السلطة على أن تبعد هذا الرجل الشجاع وهذا الصوت الذي يزأر بالحق في وجه سلطان جائر، مما دفعهم إلى أن يبعدوه إلى الربذة حتى ينتهي به، يموت وحيدا في صحراء الربذة. وهناك أشخاص يعيشون الصلابة في الموقف ويعيشون القوة حتى في أحلك الظروف وفي أقساها، أمثال سعيد بن جبير الذي حضره الحجاج الذي عرف بسفك الدماء وبالتلذذ بقتل الأبرياء، وطلب منه أن يقدم تنازلا، إلا أنه في حواره مع الحجاج في كل كلماته كان يتحدى الحجاج حتى أقدم على قتله، ولم يتغير ولم يضعف ولم يتردد، بل بقي صامدا صلبا شامخا في وجه الحجاج حتى آخر لحظة من حياته. هناك شخصيات على مر التاريخ تقف هذه المواقف الشجاعة وهذه المواقف البطولية وهذه المواقف التي يسجلها التاريخ، ومن هذه الشخصيات التي نجتمع اليوم متضامنين معها وتمثل إزعاجا كبيرا للطواغيت، سواء كان في فترة الرخاء أو فترة الشدة والمواجهة. لذلك نجد أن الخليفيين انزعجوا انزعاجا كبيرا، حتى في فترة ما يسمى بالمشروع الإصلاحي كانت هناك مواجهات وكانت هناك اعتقالات وكان هناك محاصرة لهذه الشخصيات التي مثلت دور أبي ذر ومثلت دور سعيد بن جبير. ومن هذه الشخصيات، وبحرين غنية بهذه الشخصيات، شخصية الأستاذ حسن مشيمع شافاه الله وفرج الله عنه، وشخصية الأستاذ عبد الوهاب حسين فرج الله عنه وشافاه، فقد مثلتا هاتين الشخصيتين الصوت الذي يزأر في وجه الظلم والطغيان، والصوت الذي يفضح خطط الظالمين، وتحديا كبيرا لمخططات العدو والطغاة. الدور الذي لعبه الأستاذ حسن مشيمع هو الصوت الذي أزعج النظام بزئيره وموقفه ومواقفه الشجاعة، ومثل احتضانا للفئة المستضعفة حيث كان يحتضن الشباب الثوري والمستضعف، وكان دائما يحفز فيهم روح الأمل، لأن الناس حينما تضج وتضيق عليهم الظروف وتكسو عليهم الظروف يبدأ يتلاشى الأمل بالتغيير والأمل بالانتصار والأمل بتحقيق التغيير. فقد مثل الأستاذ حسن مشيمع بعث الأمل من خلال كلماته الأسبوعية التي كان يلقيها في مسجد الإمام الصادق عليه السلام، ومن خلال محاضراته التي يلقيها في القرى من مكان إلى مكان، ومن خلال لقاءاته مع الشباب، فكان دائما يحرص على بعث روح الأمل في نفوس الشباب لكي لا يذب اليأس في نفوسهم وتستمر المسيرة جيلا بعد جيل. وكان دائما
يوصي بأن يعيش هذا الجيل الأمل في التغيير، لأن الأمة التي تفقد الأمل فإنها تفقد روح الحركة وتفقد روح المواجهة والقدرة على مواجهة التحديات. الأستاذ عبد الوهاب حسين قام بدور توعية الجماهير من خلال مجلسه وجلسته في ليلة الثلاثاء، ومن خلال المطارحات التي تطرح فيها، وأيضا من خلال لقاءاته في المحافل، ومن خلال كتاباته وأجوبته على الأسئلة في مواقع الإنترنت، فأثار في الناس روح الوعي، وأثار فيهم روح النقد للواقع، وأيضا حاول أن يفضح مخططات العدو من خلال مناقشاته ومحاضراته وكتاباته ومقالاته، فكان دائما يحاول أن يبعث بروح البصيرة والوعي والفكر لكي يتحول شعبنا وجيلنا وجيل الشباب جيلا واعيا وجيلا يشعر ويعرف مخططات الأعداء ويفضحها أمام الجماهير، لتتخذ الجماهير موقفها المناسب في الوقت المناسب. وكان يبث فيهم معاني الصدق والصبر والصمود والاستقامة، حتى غدا هو والأستاذ عبد الوهاب والأستاذ حسن مشيمع غدا قدوة ومثالا في الصبر والصمود والاستقامة، حتى في أحلك الظروف وأقساها. وقد قال الأستاذ عبد الوهاب حسين في كلمته حينما سعى النظام أن يقمع خط الممانعة في البحرين، وبدأ بحملاته الأمنية القاسية، قال كلمته المعروفة أن خط الممانعة عصي عن الانكسار، ونقول اليوم أن خط المقاومة عصي عن الانكسار والانحسار، وأن مقومات خط المقاومة وأسباب خط المقاومة ومقتضيات المقاومة كلها حاضرة اليوم بسبب انتهاكات النظام وجرائم النظام وتجاوزات النظام الكبيرة ضد أبناء الشعب البحريني. اليوم السلطة بتجاوزاتها الكبيرة والفادحة هي التي تدفع الشباب وتدفع الناس إلى خيار المقاومة، لأن النظام وضع الناس بين خيارين، بين السلة والذلة، ونحن أبناء الحسين بن علي الذي وقف وحيدا في صحراء كربلاء رافضا أن يعيش حياة الذل، وقال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. وزير داخلية الخليفة يتحدث عن رجال المقاومة بأنهم يرتزقون وأنهم يتحركون من خلال تقديم أموال لرجال المقاومة. أقول أن رجال المقاومة يقدمون الأموال من أموالهم الشخصية، ويقدمون أوقاتهم، ويقدمون أرواحهم من أجل عزتهم وكرامتهم. أنت وأخوتك كما سميتهم المرتزقة الذين تستعتاشون على المال وتجلبون المرتزقة والجيوش من كل أصقاع العالم من أجل سحق شعب أبي أراد أن يعيش عزيزا كريما، أنتم من يستجلب المرتزقة من كل أصقاع الأرض، أنت وإخوتك
أما رجال المقاومة فهم قد باعوا دنياهم وشروا آخرتهم من أجل دين الله ومن أجل عزة شعب وكرامة شعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرانا وأن يشافي مرضانا وأن يرد غربانا وأن ينصرنا على القوم الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.